من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى في آيات أخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد أما بعد يا أيها الإخوة في الله اليوم يوم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وإيمان روحي احتسابا كتب له ما تقدم من ذنبه وإن تاب عليه صلاة وسلام من صام رمضان وإيمان روحي احتسابا كتب له ما تقدم من ذنبه وإن تاب عليه صلاة وسلام من صام رمضان وإيمان روحي احتسابا كتب له ما تقدم من ذنبه